مقدم برنامج انه له لبس معين. صحيح. انا الان تميزت اني البس لبس الكويتي حتى في اي دوله من العالم. اتمنى الشباب ان يعتزون بقيمهم، يعتزون بلباسهم، يعتزون حتى بعاداتهم وتقاليدهم. صحيح. اتشبه بمن؟ تقول حق لاي شاب في الشارع تحب من؟ يقول انا احب اللاعب الفلاني، تلقاه يقلد اللاعب الفلاني بل حاط بالايفون صوره اللاعب الفلاني. صحيح. وما يرضى على لاعب ولا النادي الفلاني. احنا نحب ديننا ونحب نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. لماذا؟ الآن هؤلاء تربوا في بيت النبوة. صحيح. أنا الآن لما أتشبه بهؤلاء الصالحين الأخيار هذا أولى. أكيد. صح ولا لا؟ صحيح. فقضية أن واحد يكون، خلينا واقعيين ولا بيتكلم في أمور تثير جدل في المجتمع، أنا أقول لكل شاب تحب الله ورسوله عليك بالاتباع. قال صحيح. الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى آية هذه تسمى بآية الامتحان. تحب الله ورسوله؟ اتبع. اما قص الحاجب وحاط لي مدري شنو والبس لي تراشي والبس لي حلق. وفي بعض المحجبات وشفناها في دوائر حكوميه في الكويت لابسه حجاب وحاطه حدايد ما ادري ايش تبع عبده الشيطان وغيرها. انا بتقول لي حريه، حريه كيف تلبس؟ بس انا تسالني انا ترى ما طقت على ايد واحد قلت تعال تابع لي. يعني دكتور الحكم الشرعي. الشرع من تشبه بقوم فهو منهم كما جاء في الحديث عندنا قاعده. الشيء الاخر انا احب الصالحين اتشبه بهم. فالمرأة المحجبة تحجبت لماذا؟ أمر من الله تعالى. قال الله تعالى وهذا ترى سؤال يرد الآن لبعض في وقتنا هذا، البعض يقول ما في آية أو ما في آية تدل على وجوب الحجاب، ما في آية تدل على كذا، ما في آية، ما في آية. القرآن ليس فيه بالتفصيل شلون تصلي شلون تصوم، لكن في إشارات. بالضبط. الله تعالى ماذا قال؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، نساء المؤمنين، آية واضحة، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا أصل. أما قضية باسم الحرية انسلاخ من الدين كليا، حرية بيتك وعادي بشارع، أنا ما ألزم أي أحد. لكن قضية أني أنا يعني حقيقة لما أسأل عن مسألة أنا من حقني أنا أجاوب، أقول فعلا هذا خطأ. مثل ما أجبت أنت الآن قلت الدخان، أنا فعلا طبعا ما أسمح لولدي عبد العزيز عسى ربي يحفظه ووالديه ومشاهدين الكرام، كذلك أنا لما أسأل عن مسألة شرعية سأجيب بما أدين الله تعالى فيه. جميل.